العالم. تفضل. مرحبا. معلش فيها فلوس. الله. الو. ايوه بفراس. طيب انا جاي لك دحين. ايوه حدهن لك الدور اللي تحتي تحت والفوق صح؟ طيب والصالون. الو كنسلت الموضوع؟ لا يا ابو فراس، ترى انا كنسلت اكثر من زبون عشانك والله. ما ينفع كذا. طيب طيب خلاص اوكي، الله يوفقك. حصلت واحد غيري يعني؟ طيب مو مشكلة، يعطيك العافية. يا الله ايش اللي قاعد يصير لي انا؟ دوب كنت متحمس وكنسلت لك يا ابو فراس اكثر من زبون عشانك. ايش الحظ هذا؟ الحمد لله على كل حال. ما انا كل يوم اصلا مع الالوان والبويه دي. ايش ده؟ ساعدوني انا جيعان وما عندي. ايش بك يا عمو؟ ايش بك قاعد كذا؟ ايش بك؟ ايش اللي صاير معاك؟ جيعان وانت تلاقي شيء تاكله وجالس بالحاله هذه؟ فين عيالك عنك؟ عيب. وحط لي دي يعني عشان احد يمر. هذه اصلا لو حطيت عليها قرشين حتعبي فل. ايش ذا؟ صدق عادي يا عمي، انا اليوم كنت رايح على شغلي على رزقي، بس ما توفقت، اتكنسل شغلي. ماني عارف كيف اساعدك. المشكله ما استلمت شيء، اتكنسل شغلي وما استلمت شيء، يعني لسه ما بديت. طب ايش رايك يا عمو؟ ترى انا بدندن احيانا مع اصحابي في العمل ويقولوا لي صوتك حلو، بس ما ادري، انا احس انهم يكذبوا علي. بس ايش رايك لو جربنا نشيل لك الشيء هذا ونحط لك شيء اكبر؟ يلا اليوم ما في لا دهان ولا شيء، حط لك هذا كله. لا لو عسى فضل الله ثم فضلي حتعبى فلوس. تتوقع الناس حيتقبلوا صوتي؟ الله يستر، خليني اجرب. يا قمرنا البلاني احنا العاشقين، طالع بالعلاني خلينا سهرانين. يا قمرنا البلاني احنا العاشقين، طالع بالعلاني خلينا سهرانين. وانا وانت نور العين روحوا سكنة بجسدين، وانا وانت نور العين روحوا سكنة بجسدين. والناس عندها قمر وانا عندي قمرين، على بابي واقف صدق؟ ما كنت اتوقع صوت نشاز، بس سويت حاجة في الأخير شكلها نشاز. صدق يعني؟ والله طلع من صوتي شيء. بس ما أدري. جيت بساعدك نكبت نفسي 60 ورطة. بس صدق جبت لك هدية معايا. هذه أغراضي أنا بعد العمل دائما. إيش؟ العدة اللي أنت اشتقت لها. يمكن عشان ريحتك الناس من قبل تحط لك شيء. مو مشكلة يا عمي. هذه هدية مني لك. حاب أقول لك حاجة. إنك أنت لست وحدك. يلا يا عم، إن شاء الله بكرة أجي المكان هذا وما أشوفك. يعطيك العافية. إيش سويت أنا؟
مع تأثير الريحة يمكن ما قدرت. حسبي الله ونعم. ما في ما أقدر أرجع مرة ثانية أسوي شيء. لا لا. أحلى من إنه غني يساعد محتاج هو محتاج يساعد محتاج. كتير لعب صح الفكرة عبد الله، كتير الفكرة مقنعة، الأقنع لحد هلأ. ولما طول بالنسبة للغنى صحيح إنه مش سمعينه كتير بهذا اللون، بس أنا كنت بفضل إنه ما يعيد ملحن بركات طالما طلعناه بلون ملحن بركات بالبرايم. يعني كان بيقدر بفكره عبد الله كان بيقدر يخدنا على محل ما شفناه منه تماما، بس بزمط له اياها كون انه اللون الاغنيه هو مختلف عن اللون اللي غني اصلا. هلا بالنسبه للغنى بلاقي انه كثير اخذ ريسك بمحلات، يعني ما كثير حافظ على الميلودي، عطى لحاله كثير فسحه انه يتصرف بالاغنيه، وهذا الشيء هو حسه اصلا لانه حس حاله انه عم بيقول انا شو عملت، خصوصي بالاخر القفله. يعني كان فيها كثير ريسك، ما كانت مزعجه على الدينه قد ما هي خطوره انه كان بيقدر يوقع فيها، ولكن بشكل عام قبال حلو لعبد الله. عبد الله فنان، انا مؤمن انه هالصبي بيروح لبعيد، وبحب اقول شغله بالصفوف كثير مهضوم، بيتشيطن كثير وبيعذبني شويه، بس هضامته وسرعه هيك بيفهم على الطاير وذكي، هذا اللي بخليني احبه لعبد الله. الله يوفقه. انا لاني كثير بحبه لعبد الله بدي اقسى عليه شوي. اللي فترة ما عم شوف شي جديد بعبد الله، يعني ما فينا نضل نقول انه لذيذ ومهضوم. يعني انا اليوم استنظرت انه عبد الله يكسر الدنيا، هو يلي بيركب على هايدي وبحط مدري شو وبيعمل راب وبيرقص وبيعمل، بدل ما يعملنا شو على الشارع لهالزلمة جاي يغني لنا لملحن بركات. يعني انا بفتكر انه مش هيدا عبد الله اللي اجى اليوم. انا كنت مستنظره عبد الله يبدع هون يخترع، وقلت لهم وحيت لهم انا وعم بعمل لهم عم بعطيهم الايفال انه في شارع فيكم تعملوا اللي بدكم اياه، وصرت وسع لهم افاقهم وتفكيرهم وقول لهم في جاز وفي راب وفي كذا وفي كذا وفي رقص وفي غنانه وفي عربي وفي اجنبي وفي ارمني وفي تركي. يعني صرت وسع لهم وانا عم بيطلعوا فيي وحاسه انه مدري وين بده ياخذنا، مش ليجي يوقف ويغني على بابي واقف امرين. وما حبيت يعني كيف غنيها. انا مع حبي لعبد الله الكبير واعترافي انه عبد الله شاب عنده عده مواهب، برايي انا عده مواهب مجمعه بهالانسان، اول حضوره الحلو. انا مستنظره من عبد الله اكثر من هيك. يعني اذا انا بحبه لازم اقول له، لانه نحن اليوم مثل ما قلت انا قبل بالبرايم، نحن اليوم بزمن التميز صرنا، كلهم اصواتهم حلوه كلهم، ما بنقدر لانه حدا بضحك او لذيذ او شاطر بالتمثيل او عنده افكار. انا اللي عنده افكار بطلب منه اكثر، واللي بيعتمد على خياله بطلب منه اكثر. انا بلاقي اليوم انه كان عنده خيال حلو انه هو طراش وما اشتغل، بس ما كان عنده خيال بتنفيذ الايفال. انا بالنسبه لي هذا منه، يعني هذا مش غنى بالنسبه لي. يمكن انا غلطانه ما بعرف، بس انا هذا رايي. صار بدنا عبد الله يتطور اكثر، لانه نحن بنعرف كلنا سوا وين ممكن يوصل هالصبي. تفاجأت وزعلت، زعلت لاني ناطرته شو ممكن يجي يعمل على هالرصيف وعلى هالطريق. تفضل. مش من افضل الايفالات يعني يلي مرق فيهم عبد الله من اول ما بلشنا اليوم، ولكن انا بعترف انه هالانسان عنده ذكاء فني، وعنده دائما افكار بيطرحها وبيخلص حاله فيها. يعني مثلا هو الوحيد يلي عمل قصة لإله، مش قصة المحتاج. بلشنا بتليفون انه كان رايح على الشغل وهو طراش وطير نهار الشغل
وصار قاعد بلا شغل مثله مثل الشخص يلي بالشارع. الوحيد يلي غنى وقال له عم بيقول له انه انا رح صوتي منه فظيع بس رح غني بركي انه هيدا شيء بيساعدنا. الوحيد يلي هو عم بيغني حسسنا بالعالم الموجودة بالشارع. انا بالايفاليت الماضيه اللي مرقت ما حسيت بالشارع، هون حسيت بالشارع وعبد الله اللي حسسني فيه. ولكن ما حبيت النهايه، يعني كنت تمنيت انه يقعد هو كمان بالارض وهيدي البانكارت انه لست انت لستك لوحدك، لست لوحدك، كان ممكن ينهي هيك اجمل من انه لانه استعمل البانكارت بس يعني بورسولينيه يعني يرجع ياكد فكره انه انت منك لوحدك، بس ما لها معنى. يعني هي اول مره عبد الله بفوت معه إليمان، بفوت معه شيء على المسرح ما بيستخدمه بطريقه ذكيه، يعني استخدمها بس ياكد فكرته، بينما كانت احلى لو بقي على المسرح وحط البانكارت وقعد. هلا الذكاء الفني اللي عم بحكي عنه خليه يعترف بقلب السكتش انه هو غلط ونشز، ويعني عم يطلب نوعا ما انه نعتذر، يعني اذا بيقدر حتى يرجع يعيد الغنيه لانه عارف حاله انه نشز. يعني بهالايفال كان في سيئات وكان في حسنات، ولكن برجع بقول ذكاء الفني بخلصه لعبد الله وعدا شغله مشاركته بالصف، بس منه أفضل إيفال عمله من وقت ما فات على الأكاديمي. بكل اللي قطعه قبل عم بشوف إنه اللي عم بيوقع المشهد عم بيوقع عم بيهبط المشهد ويقعه هو النص. وعندي تمني بتي وكلوديا إذا فيكن للمرات اللي قادمة جربوا عطون مشهد سايلنت، لانه خلي ما يكون النص، لانه النص انتم بتعرفوا لا واحد يكتب نص ويطلع نصه شائل بده يكون فيه حرفيه عاليه. جربوا اتليست مشهد يكون ميوي مشان نشوف بالدراما تبعهم بالتمثيل معهم كيف معقول يتصرفوا بلا نص كلامي، نص كلامي بيخلص واحد. بالغنيه بعتقد انا عبد الله كان مفكر انه عم بغني لملحن بركات انه لبناني، وهي فعليا الغنيه مصريه على باب واقف امرين، غنيه مصريه. هون بعتقد كان في شعوذة بالفكرة وبالتنفيذ، ما كان عارف عن جد شو عم بغني. الميلودي لأول مرة عبد الله ما بيكون أمين بالميلودي، ولبل يعني أوقات واحد ما بيكون أمين بس بتكون مقبولة، لبل تخطط القصة على إنه القفلة كانت على غير توناليتي. يعني اعتبره مثلا عم بغني مثلا نهواند على الدو، فجأة نطيت نهواند على المي، يعني قفلت بغير توناليتي. هيدي من عبد الله لما يكون هالقد فنان هالقد مسموح انه حاسبه، مش مسموحه منه. انا بالنسبه لي هيدا اقل ايفال شفته فيه لعبد الله لليوم.